السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. جينا باش نصور لكم هذا الواد من الفوق، واد أورير. اللهم بارك كما كتشوفوا السيول. الله يحفظك. تبرختي تبرخت الله يحفظك. إذن أجواء ممتعة، أجواء خيالية، أجواء رائعة جدا. هذا واد أورير، واد ممتع، واد خيالي، ما تخيلوش شحال زوين. إذن ولكن مع الأسف ما قدرتش نتكلم حيت رمضان، صايمين أخوتي في العطاش. هذا واد من الفوق كما كتشوفوه، اللهم بارك، جاب الفيضان بزاف تبارك الله، وجاب السيول. شوف، إذا استمروا معنا، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناة 100,000 مشترك. ابارطاجيو اخوتي، وديروا لينا ابونا الاخوان، وديروا الخير باش تلقاوه، راه ما عندكم ما تخسروا. اشتركوا في القناة ديالي. اي واحد كيشاهد هذا اللايف، عفوا، كيشاهد هذا الفيديو، يدير لينا ابوني. اللهم بارك. إذن أجواء ممتعة، أجواء خيالية، أمطار غزيرة خاص في النواحي ديال أكادير. هذا واد ديال أورير. إذن هنا تمرخت، هاد اتجاه تمرخت، وهاد اتجاه أورير، هاد البلاصة أورير. اللهم بارك. إذن أجواء خيالية، أجواء ممتعة تماما، اللهم بارك. وهاد الواد كيتزاد، باش نكونوا واضحين، نتمنى بالنفع، ونتمنى هاد الواد يحطي واحد النعمة خاص امطار غزيره، عفوا امطار غزيره، نتمنى هاد الامطار غزيره تحطي النفع خاص في اكادير. كما كتشوفوا هاد الجبل، لو كان كانت هاد الشتاء في شهر واحد، لو كان غادي تشوفوا هاد الجبل كله الخضوريه، ولكن مع الاسف الشديد تعطلت الشتاء، تعطلت بزاف، وكان واحد الخوف خاص من الجفاف، خوف من السدود يخوف. والحمد لله دابا السدود عامرين وكلشي مستافد، والنعمه ديال سيد ربي رجعت من جديد، اللهم بارك. اذا هادشي كله مهم بزاف. هاد الواد كيدي هاد الاتجاه هنا، اللهم بارك. شوف شوفوا الاخوان، شوف واد من هنا حتى لهنا، وعند هاد البلاصه حتى هو. اذا حاولنا باش نشاركوا معكم هذا الواد، واخا ما قدرناش، عينا صراحه، عينا ديال الفصاح، حيت رمضان كيكون صعب جدا. صورنا لكم بعض الاوديه في لاكوت، وجينا لهذا الواد ديال اوري حتى هو نصوروه، ونتمنى ان شاء الله نكملوا خدمتنا، ونمشيو نديروا لكم مونتاج، ونحطوا لكم بعض الفيديوهات ان شاء الله بحول الله، حيت رمضان صعب جدا تركز. صعب تتكلم دابا، ما كنقدرش نتكلم، حيت باش نوضحوا لبعض الناس، هذه راه خدمه، باش نكون واضح، هذه خدمتنا، واجب نكملوا، واجب نديروا مجهودات ديالنا باش نحققوا واحد النجاح كبير ان شاء الله بحول الله. اللهم بارك. الواد من الفوق الاخوان، الواد كيجيب الفيض من الفوق، من الفوق الاخوان. غنصوروا لكم هاد اتجاه اخرى، استمروا معنا. اللهم بارك. هانتوما اخوتي الواد من هاد اتجاه، اذا هاد السيول كيمشيو للبحر، يموران يموران كاين في هاد اتجاه. اذا نتمنى الواد يبان لكم. اللهم بارك. سيول، امطار غزيره، عاصفه رعديه، اللهم بارك. وهنا واد، هاد البلاصه حتى هي واد. اذا القنطره دابا حاليا كتواجدوا فوق القنطره، باش نصوروا لكم هاد الواد على خاطرنا، حيت صعب جدا بزاف ديال الحوايج، كنلقاو بعض المشاكل، بعض الناس كيدوزوا هنا، يجوا بعض الناس يدوزوا هنا، ضروري كيدورو نجيك واحد الشويه. راكم عارفين رمضان من جهه،
بعض الناس من جهه كيكونوا بعض المشاكل، هذا هو الواقع، حيت ماشي هادشي ساهل. يبان لكم فيديو زوين تقول ساهل، راه ما كنصور ب 66 شيفا، اي راه صعيب هادشي. واجب الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبارك الله. هذا الفيضان اليوم الحد 31 مارس 2024، ها انتم اخوتي كما كتشوف واد مجهد، ردوا بالكم ردوا بالكم، راه بعض المرات الواد كيدوخ. شوفوا شوفوا تبارك الله، مابقاش تركزوا بزاف في الواد، الا ركزتوا فيه مزيان غادي تدوخوا. اذا هذا واد وهذا واد، هو واد واحد وفي نفس الوقت النيفو ديالو هو هذا. بعض المرات راه كيجيب بزاف، كيوصل حتى الراس ويوصل حتى الراس ليه، باش نكونوا واضحين. اللهم بارك. ايوا اجواء خياليه، اجواء ممتعه كما كتشوفوا تحت، اجواء رائعه. الله يحفظك تبارك الله. اذا اجواء ممطره، بعد ساعات يقدر تكون شتاء، اذا الجو ديال الشتاء والحلم تحقق من جديد. جينا باش نصوروا هذا الواد رائع جدا، اذا المده هذه كننتظروا باش يجي هذا الواد. ها هو وصل، ها حنا بدينا كنصوروا فيه كما قعدتنا. اللهم بارك. بالنسبه للابداع راه ما نقدرش، قلت لكم صايم، راكم عارفين الانسان الا صايم ما كيقدرش يبدع، كيكون صعب جدا نتكلم، كيكون الضغط الضغط كما قلت لكم عطشت، وكتكون صعب جدا. اذا هادشي كيبغي تكون عندك القناه، يكون عندك بزاف ديال 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 المهم تكون الابداع. تكون هو هذاك كما كنقولوا، الا ما كنتيش هو هذاك ما كتقدرش تبدع، كيكون صعب. اذا هذا هو واد اورير، اللهم بارك، واد خيالي، واد رائع جدا. اذا اورير من هذا الاتجاه والقنطره من هذا الاتجاه، ها واحد الكلب اخوتي، ها هو والواد من هذا الاتجاه، هنا اورير وهذا الواد، وكاينه تمرخت من هذا الاتجاه، هذا الجبل ديال تمرخت. كاينين بعد الاوديه في هذا الاتجاه، كاينين ولكن ما نقدرش نصورهم حيت ما عندناش، ما قدرناش، عيينا. حتى الغدا ونجو نصورهم الى قدرنا. اذا الواد رائع جدا كما كتشوفوا، الجره اللي كتعجب الناس، هي ملي، ولكن ما عندناش الوقت. اذا نتمنى التشجيعات ديالكم والبارطاج ديالكم اخوتي، اشتركوا في القناه ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وساعدونا باش نوصلوا القناه 100000 مشترك. تحياتي اكادير المغرب.